اهلا ومرحبا بيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ النهارده انا جايه وجايبه لكم معايا حرف جديد وسهل خالص خالص. النهارده معايا حرف الدال، وحرف الدال يا اصحابي صوته د، دال د، دال د. يلا بينا يا اصحابي نشوف ونتعرف على اصحاب الدال. د دب، د دب. والدب يا أصحابي من الحيوانات المفترسة اللي بتعيش في الغابات وبتتغذى على اللحوم وعلى الأسماك. كمان يا أصحابي معايا الدجاجة. الدجاجة يا أصحابي من أصحاب الدال. دا دجاجة، دا دجاجة. والدجاجة بتتغذى على الحبوب وبتعيش في الحقول. يلا بينا نشوف ازاي هنكتب حرف الدال. شايفين حرف الدال سهل خالص خالص وبسيط. بقول للقلم من فوق السطر انزل 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 لغاية ما اوصل للسطر، وبعدين امشي 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 امشي. يلا بينا نكتبه مع بعض على النقط. بقول للقلم انزل 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 لغاية السطر، وبعدين امشي 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 امشي. تاني بقول للقلم انزل 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 لغاية السطر، بعدين امشي 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 امشي.